تواصلنا يستمر متابعينا الكرام عشاق الأصالة، والتحية بكم متجددة مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة مع انطلاقات هذا التمهيدي لسن الحقائق من 3 كيلومترات. فمنذ قليل تعلن انطلاقة الشوط 11 الخاص بالابكار الحقائق، انطلاقة سليمة وموفقة نتمناها للجميع. نسير مباشرة ونتعرف ونتصفح بالمركز الأول هنا على المقدمة الأولى اللي تأتينا على المركز الأول، جبارة خليفة بن أحمد بن خميس الخيلي اللي احتلت المركز الأول والصدارة، بينما القدوم والانطلاق على المركز الثاني اللي تنطلق فيه متابعينا الكرام في هذه اللحظات. تتقدم شواهين سباع بن محمد بن سباع المقبالي اللي احتل المركز الثاني، بينما ننتقل الى المركز الثالث لنتابع القدوم من قبل مهابة احمد بن سيف الزفين المهيري اللي يأتي على المركز الثالث، بينما ننتقل الى المركز الرابع لنتابع القدوم على رابع المراكز في هذه اللحظات. وتنطلق في متابعينا الكرام من خلال هذه اللحظة ومن خلال هذا المسار الجميل هذه اللي وصلت بينونة عامر بن سالم بن عامر العمري، بينما المركز الخامس اللي تتقدم فيه متابعينا الكرام في هذه اللحظات اللي وصلت فيه متابعينا الكرام حاملة رقم 8 اللي تتواجد في هذا الشوط وفي هذا المسار الجميل والمتميز. متابعينا الكرام او اللي انطلقت في هذه اللحظة وغيرت برق حميد بن سيف بن حميدان الفتاة هذه نتيجتنا ونودعنا للخمسة النجومية المنطلقة في تحدي هذا الشوط، لكن اسماء خلف ايضا الكادر الاعلامي نترقبها مع الانعطاف الاخير وخصيصا مع الكيلو المتر الاخير. اعود الى الصدارة واعود الى المركز الاول، هذه هي اللي مسيطرة جبارة جبارة مع المركز الاول 1200، وهذه هي جبارة كما تشاهدون عشاق الاصالة مع المركز الأول خليفة بن أحمد بن خميس الخيلي هو اللي يقود المشاركين قيادة حكيمة بانطلاقة جبارة بالمركز الأول، بينما الغدوم بدأ في هذه اللحظة من بينونة سالم بن عامر العمري، وهناك المركز الثالث اللي غادمه شديده حموده بن محمد بن حموده الظاهري، بينما المركز الرابع اللي تتقدم محمد بن صقوح العامري يعني المركز الرابع، والمركز الخامس اللي غادم في هذه اللحظه الجميل وصلت الضبي سهيل بن محمد بن عكاري العامري، بدات المعركه وتلاحقها الطلايف في هذه اللحظات. الله الله يا متعبه، هذه هي متعبه، متعبه مع المركز الاول، متعبه مع الصداره الاولى، الدحبه بن محمد بن سالم بن صقوح العامري مع المقدمه الاولى، ولكن شعار بن فطيس من الجانب الاخر يتدخل في هذه اللحظات ليقدم لنا امواج 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 محمد بن حمد بن فطيس المري، ولكن متعبه متعبه واللي غادم مع المركز الثالث اوصلت ايضا القوف القوف قدير بن مبارك الغيلاني، ولكن متعبه. الله انطلقت انطلاقه الفوز انطلاقه الانتصار، هذه هي متعه ايضا متعبه مع المركز الاول الدحبه بن محمد بن صقوح العامري ينطلق مع المركز الاول، وسعدت صباحا يا هالي الوقن على هذا الفوز الجميل التي تقدم لنا متعبه ولحظات وصولها الى خط النهايه. تهانينا تهانينا لبصقوح المركز الثاني. هاتت متابعين الكرام جوف الغدير بن مبارك الغيلاني، والمركز الثالث المركز الثالث اللي احتلته متابعين الكرام امواج للشاعر محمد بن حمد بن فطيس المري. هكذا نتيجتنا ونداءنا.